الابطال. كابتن جمال مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير يا كابتن محمد، تحياتي تحياتي ليك ربنا وتحياتي يخليك. لكل مشاهدينك، اهلا بيك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن. اكيد كابتن جمال، الناس او عنصر التحكيم ده عنصر مهم جدا، وخصوصا لما يكون نهائي، ونهائي حساس امام فرقتين كبار جدا في افريقيا، او فرقتين كبار جدا في الشرق الاوسط، بالتالي اختيار الحكم ده ليه مقاييس في هذا اللقاء بالذات يا كابتن. هو طبعا محمد، عايز اقول لك انه على مدار السنوات اللي فاتت، الوقت ما كنت حكم وبعد ما بطلت وقبليها، الحقيقه كان موضوع اختيارات الحكام ده كان بيبقى بدري شويه، يعني ممكن مثلا قبل المباراه بثلاث اسابيع بشهر بيبقى فيه الاعلان عن طاقم الحكام. خلينا اقول لك ان الظروف بتاعت كورونا بقى والمباريات وعدم ثبات الجدول ويعني امور كتيره جدا الحقيقه غيرت المفاهيم وغيرت الاساليب وغيرت الطريقه اللي بيتم اختيار بيها الحكم. تاكيد مباراه الزمالك مع الاهلي او الاهلي مع الزمالك، عشان ما ندخلش نفسنا احنا في متاهات في الحته دي. اوكي يا كابتن. يعني المباراه دي هي القرعه قالت الزمالك الاول بس يا كابتن. يبقى الزمالك والاهلي خلاص. القرعه قالت الزمالك الاول. يبقى مباراه الزمالك مع الاهلي، صح. فريق ايه وفريق بي، انت عارف بس بتبقى حساسه جدا. مش مشكله، ما هو في الاخر مصريين في الاخر يا كابتن. في الاخر طبعا احنا نتمنى، احنا اولا خلينا نقول انه الزمالك والاهلي من اكبر فرق القاره الافريقيه. الزمالك والاهلي لو حطينا ترتيب للفرق الانديه الافريقيه الحاصله على البطولات الافريقيه هليهم بالترتيب الاول والثاني تقريبا، صحيح، أو يعني من ضمن الثلاثه الاولين، صحيح. ففي شك مباراه كبيره جدا، مباراه ايضا تعبر عن المستوى الكبير للكره الافريقيه، صحيح، انه 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 فريقين من بلد واحد بيتنافسوا، ودي عداله الكره الافريقيه انه ما عندهمش حسابات. يعني في بعض الاوقات بعض الناس كانوا بيتهموا الكاف يعني يميل بلد على صالح بلد، لا احنا عندنا فريقين من بلد واحده هم اللي وصلوا للنهائي، وده دليل على العداله. يعني عايز تكلمني انا في امور ثانيه غير كوره، هقول لك انه يفضل بالنسبه للاتحاد القاري ان يبقى فريقين من دولتين، مش كده ولا ايه؟ صحيح، يعني بالنسبه لهم فريقين من دولتين، بس لما يكون بالنسبة لهم بقيمه الاهلي والزمالك شعبيه في افريقيا يا كابتن، بالظبط اعتقد كده. ان ده شيء جميل، يعني بالظبط كده. اعتقد بالظبط. يعني شيء مهم جدا للاتحاد الافريقي، ولو كان في وبالتالي جمهور كان الوضع اختلف تماما. ايوه، هو بالتالي الاتحاد الافريقي كسبان انه عنده بطوله بين فريقين كبار جدا، فريقين ليهم قاعده عريضه جدا من الجماهير، من الشعبيه، مش في بلدهم بس انما في القاره الافريقيه والقاره الاسيويه في الدول العربيه بالتاكيد كمان. عايز اقول انه كمان انه مباراه تتلعب في مصر ده برضو شيء رائع جدا، شيء هايل. مباراه تتلعب برضو في ارقام قياسيه كتير، للمره الاولى من مباراه واحده هذه المباراه هتكون المره الاولى هذه البطوله من مباراه واحده. ايضا ساعدنا بخبر ان السوبر الافريقي هيتلعب في القاهره في مصر، صحيح، دليل على انه مصر امن دوله افريقيه بالنسبه الحمد لله لموضوع الكوفيد 19. يعني ده كل دي مكاسب كبيره الحقيقه احنا نتمنى ان احنا نحافظ عليها، نتمنى ان احنا نقدرها. يعني ايه نقدرها؟ لازم نقدر ان احنا عندنا العالم كله باصص لنا يوم 27 يوم الجمعه الجاي. طب العالم كله شايفنا. السؤال اللي سالته لحضرتك يا كابتن جمال، اتفضل. اختيار الحكم في الوقت ده، يعني القمه وحساسيتها اكيد الاتحاد الافريقي واصل له بهذه الجزئيه، فاختيار الحكام هل يعني فكره الاختيار مقاييسها ازاي من يعني كحكم دولي سابق كابتن جمال؟ هو خلاص هم الحكام كانوا هم حاطين مجموعه من الحكام عشان يلعبوا الادوار اللي هي الدور قبل النهائي ودور النهائي. الحكام اللي خدوهم تعمل لهم معسكر هنا في مصر. اللي لعب منهم لعب، اللي تبقى منهم اعتقد انه مش هيكرروا حد، يعني مش ممكن يكرروا حد سيمي فاينل وفاينل مثلا. فهيبقى بين الحكام، انا شخصيا شايف انه اكثرهم خبره هو رضوان جيد المغربي. في بعد كده مصطفى غربال الجزائري من الشباب الصاعدين اللي هو محطوط من ضمن حكام النخبه في كاس العالم. في المخضرم تسيما الاثيوبي، وده بيمثل يعني وسط القاره. الاتجاهات بيفكروا ازاي؟ اقول لك بيفكروا ازاي. بعضهم هيفكر انه يجي عين طاقم تحكيم مش من منطقه الشمال افريقيا عشان يبعد الحساسيات. بعضهم هيفكر يقول لا، الاهلي والزمالك فريقين مصريين،
صحيح. بيتكلموا اللغه العربيه، نحط لهم حكم يتكلم اللغه العربيه صحيح. او طاقم تحكيم يتكلم اللغه العربيه. دي مدرسه ثانيه، وبالتالي هنا فرصه رضوان جيد او مصطفى غربال بتكون كبيره. اذا مش الفكر الاولاني ما اعتقدش في غير تسامح، يعني هو الاقرب اذا مشي بالاسلوب الاول وهو ابعاد منطقه الشمال، لانه في الفتره الاخيره كان في اسلوب تعيين المباريات في الكاف هو انه نحط الحكام من مناطق مختلفه خاصه في الادوار الاخيره. انت عارف القاره الافريقيه متقسمه لتقريبا اربع مناطق، منطقه شمال القاره اللي هي تونس والجزائر والمغرب ومصر وليبيا وموريتانيا، فدول بيعتبروا منطقه، فممكن يجيبوا الحكام من خارج هذه المنطقه. اذا جه من خارج هذه المنطقه هيبقى سيما، اذا جه بالمنطق الثاني المفهوم انه فريقين مصريين وفريقين عرب والطاقم التحكيم كمان يكون افضل لو بيتكلم نفس اللغه هيبقى رضوان جاي. ايا كان الاثنين حقيقه عندهم، ده ما يمنعش ان مصطفى غربال كمان عنده فرصه، لان هم الثلاثه من حكام النخبه الافريقيه. تمام. يعني احنا 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 عايزين محمد ما نشغلش نفسنا بالتحكيم، عايزين ننسى الحكام على ارضيه الملعب. في فار، والفار النهارده زي ما انت شايف بيحل مشاكل كتير جدا النهارده الحمد لله. صحيح. بيحل مشاكل صحيح. كتير جدا جدا جدا، وبيخلي لو الناس استوعبت معنى وبروتوكول ومفهوم تطبيق الفار مش هتحصل مشاكل ابدا. صحيح يا كابتن. طيب كابتن جمال اكيد هتتابع اللقاء. كابتن جمال بغض النظر بحضرتك نهيت حياتك المهنيه في التحكيم في الساحه، وبعد يعني حضرتك يعني نتمنى لحضرتك وجودك طبعا باستمرار وخبراتك، لكن اكيد كابتن جمال من خلال متابعته في ماتش زي كده بيمين في اتجاه سواء اهلي او زمالك. اهلي او زمالك؟ مين؟ ده رحت في سكه بعيده خالص يا محمد. مالكش. عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه، يعني ربنا سبحانه وتعالى اكرمني من بداياتي، من اول ما دخلت التحكيم من سنه 80، بان انا قبل ما اخش التحكيم حتى وانا بلعب في احد انديه الدرجه الثانيه ما كنتش بشجع على الاهلي ولا الزمالك. بجد؟ كان نصيبي ان انا ما بشجعش اهلي وزمالك، وده على فكره كان ليه دور كبير جدا 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 في حياتي التحكيميه، انه ابعدني عن هذه الضغوط وعن هذه المشاكل. طب ده حاجه كويسه كده. طبعا طبعا كويسة. يعني هي جت بالصدفه على فكره، يعني انا مش يعني هي جت كده. حلو. يعني امور قصه كده ظريفه جت كده من صغري. انا يعني شجعت يمكن فريق، يمكن دلوقتي في الدرجه الثانيه فريق الترسانه شويه، وبعد كده لما هبطوا للدرجه الثانيه زعلت وكده وبعدت خالص عن تشجيع اي فريق. كابتن جمال انا بشكرك يعني، ودائما بنسعد بيك كابتن جمال الغندور، حكمنا الدولي السابق طبعا علامه من علامات التحكيم.